زار يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر مايو الجاري صاحب الغبطة يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والأسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك دير الأباء الكرمل وبازيليكا القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا. ولمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير، زار يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر مايو الجاري صاحب الغبطة يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك دير الأباء الكرمل وبازيليكا القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا. رافق غبطته سيادة المتروبوليت جواجيوس حداد رئيس أساقفة قيصرية فيليبوس بانياس ومرجعيون وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك والأرشمندريت بيوس فرح الوكيل البطريركي بالقاهرة وراعي كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بشبرا. استقبل غبطته الأب مخول فرحة المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر والأب باتريك الكرملي الرئيس السابق للرهبنة ولفيف من الأباء الكرمل. وتفقد غبطة البطريرك البازيليك ودير الأباء الكرمل كما دون كلمته في كتاب كبار الزوار. وزار أيضا البطريرك يوسف العبسي مزار القديسة تريزا الطفل يسوع وأهدى الأب مخول غبطته جزء من زخائر القديسة تريزا كما عبر بطريرك الروم الكاثوليك عن سعادته بهذه الزيارة.